الصورة اللي معانا النهاردة صورة ليفربول اللي جدد أماله في دخوله للمراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم اللي جاي بعد فوزه على مضيفه نيوكاسل 2-0 في الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي، وكمان بيوصل للفوز ده للنقطة الـ 35 والمركز الثامن، وبيعتبر الانتصار ده هو الثاني على التوالي لفريق ليفربول في الدوري والعاشر في الموسم بعد ما كان اتعرض لسلسلة من الهزايم والتعادلات في المباريات اللي قبل كده، عشان يحاول لاعبنا الدولي محمد صلاح مع نجوم الريدز الرجوع مرة تانية على منافسة الدوري ودوري أبطال أوروبا. وعايز أقول إن كمان محمد صلاح عنده مباراة قوية جدا يوم الثلاث اللي جاي قدام ريال مدريد، واللي لازم إن شاء الله يكسب فيها علشان يرد الهزيمتين اللي فاتوا. بنتمنى له طبعا كل التوفيق مع فرقته. دلوقتي خلصت فقرتنا الأولى، خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا.